سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، وتعلم سرنا وجهرنا. ها نحن عبادك المذنبون المقصرون، ها نحن عبادك المذنبون المقصرون، أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. أطعناك فشكرتنا،
وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا جئناك نرجو رحمتك ونخشى عذابك جئناك لعفوك مؤملين ولجناتك راجين ولعفوك مؤملين ومن عذابك مشفقين نسألك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا ويا ربنا نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بدعاء الخير ومشايخنا وعلماءنا وولاة أمورنا اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حائرا إلا دللته ولا سوءا إلا صرفته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والمعاصي والآثام اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يضام وملكك الذي لا يرام أن تجعلنا من المقبولين في رمضان أن تجعلنا من المقبولين في رمضان اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر ويكتب لنا فيها عظيم المثوبة والأجر اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أدم الأمن والإيمان على بلادنا اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة
اللهم وفق رئيس الدولة ونوابه وولي عهده الأمين، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى، اللهم سدد خطى والدنا حاكم الشارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه، وارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على النبي المختار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار، وعنا معهم بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.